هل السودان مهيأ تماما لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال انتهاء الفترة الانتقالية؟ ما مهيأ أصلا، ما مهيأ الوضع دي، ما مهيأ. أما التهيئة إيه؟ التهيئة دي لابد أن تكون هنالك في إرادة لكل واضحة، وفي الرغبة بأن تكون هنالك انتخابات أو تحول ديمقراطي، لأنه معظم الأحزاب القوى تقريبا مرغبة أن تكون هناك انتخابات على الإطلاق، لأنه بيعتبروا أنه إذا أساسا نزلوا الانتخابات سواء كان انتخابات آجلة أو بعد الفترة الانتقالية ما بنحصل أي شيء. بصراحة هم دائرين يعيشوا في فترة ضبابية، وكثير من الأحزاب حقيقة الفترة الضبابية دائرة يستمر بهذا الشكل يعني، ودي رؤية ما واضحة، لأنه الدولة الديمقراطية لها أسس وضوابط واضحة، لازم هنالك في الدستور واضح، لازم هنالك هوية للدولة تكون هويتها واضحة، لابد أن يكون هنالك تنمية متوازنة، لازم تكون هنالك نظام حكم واضح سواء كان مركز فيدرالي أو غير فيدرالي. أساسا ده ما بيتم إلا بمؤتمر أو باستفتاء، وهذا الاستفتاء إلا تكون دولة في حالة ديمقراطية. الديمقراطية دي ما تبقى إلا بانتخابات. فعشان دي 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 ده واحدة من يعني من إشكاليات، هو ما عنده مانع أنه حتى عايزين يعيشوا بشكل توتر، يعني الآن صار في منافسة، ومنافسة الآن في توتر، والتوتر ده أنا متأكد هتبقى مشكلة، وهذه المشكلة تتحول لصراع. يعني بدل ما كانت الصراع تكون بين الحركات اللي هو في إطار نظام الحكم وعملية التحميش، هتبقى الصراع على مستوى السودان كله حقيقة يعني. فعشان دي حقه نتمنى أنه يعني تتحل الإشكاليات في هذه المرحلة، الآن في مرحلة التوتر الموجود، لأن التوتر موجود عند كل مواطن وكل الأحزاب وحتى فيما بيناتهم، ووصلت الآن لمرحلة المشكلة حقيقة يعني، من تصريحات الآن واضحة في وسائل الإعلام. فالمرحلة دي قبل ما تصل للمرحلة الصراع أنا أتخلي، عشان ده الظروف ده لا يمكن تكون هناك انتخابات على الإطلاق، ولا تكون هناك في الديمقراطية واضحة، لأنه أنت الديمقراطية دي شنو يعني الديمقراطية؟ لأنه الإنسان لازم يحس هو آمن، يعني حتى الصلاة العادية إذا أصلا ما تكون، إذا ما في طمأنينة لا تستطيع أن تؤدي صلاة حقيقة يعني. لهذا الصبي لا أنت ما آمن، أنت الناحية الأمنية ما واضح، شارع أنت ممكن يكسر لك عربيتك، أنت ممكن تحت أي لحظة في وظيفتك أنت قاعد ممكن يشيلوه حقيقة. ده كلها عشان ده في توتر في أوساط العاملين في الدولة، في توتر في سوق، لأنه واحد يجي بإمكانه يكفل لك دكانك، هو بيقول لك يا اخي انت تبيع كيلو الطماطم ده مثلا والله ب 10 جنيه، انت جايب ب 25 جنيه. ده كلها اشياء الان موجوده في الساحه. فعشان دي اتوتر وانا فيهم، لهذا السبب اصلا لا يمكن انه البلد ده حتصير بهذه الصوره. ما لم يعني نحن كنا نتمنى المجلس السيادي بصراحه هو المجلس يعني برهان والقوة، يعني يكون في جهه تتبنى الرئاسة هذه الدولة، يعني هذه الفترة الانتقالية دي ما ممكن تجيب لك 11 زول عشان على الأقل يديروا يكون رئيس الجمهورية. يعني هنالك في تضارب في القرارات، وفي عدم الانسجام ذاته في اتخاذ قرارات. فعشان دي واحدة من رؤية الأحزاب الآن، بقول والله يا أخي الآن مفروض يا أخي يحل المجلس السيادي ويحل مجلس الوزراء. أصل إذا كان نحن دايرين نعمل كمخرج حقيقي لمرحلة جاية عشان تكون الناس اطمئنان، المجلس السيادي تكون القوة العسكرية، الجيش يسيطر على المجلس القيادي، المجلس السيادي، المجلس العسكري يشكل. هذا يعني أنكم غير راضون للممارسة السياسية خالص التي تحصل الآن؟ خالص. طيبة لحياة طيبة.